طبعا لما بيكون فيه يعني علاقات سياسيه واقتصاديه ما بين هذه الدول، طبعا ده نوع من التوطيد، وبالتالي مزيد من السياحه، مزيد من التسهيلات لقدوم هذه الصناعه المهمه جدا بالنسبه لمصر بشكل خاص. وفي في النقطه دي تحديدا، يعني علاقات مصر بدول مجموعه بريكس معروفه، يعني علاقات قويه سواء على المستوى الاقتصادي او المستوى السياسي. بكل تاكيد ان تجمع البريكس هو تجمع بهدف الضغط على الدول الغربيه ان هي لا تملك القرار لوحدها، وان دول الجنوب يبقى لها راي وايضا يبقى لها فرصه في ان هي تقول مقترحاتها اللي ممكن يعني تجعل من مصالحها ايضا الى جانب المصالح الغربيه. فخليني برضه اقول لحضرتك انه بعد مهم جدا من ابعاد تجمع البريكس ان هو عمل بنك التنميه، وبنك التنميه دي حاجه مهمه جدا ان احنا بنقدر نتخلص من السطوه او من القيود اللي ممكن تفرضها المؤسسات الدوليه الخاصه بالتمويل زي صندوق النادي الدولي او البنك الدولي. واتصور انه كان هناك يعني الفتره الماضيه انجاز كبير من هذا البنك لتمويل مشروعات البنيه التحتيه والبنيه الرقميه في عدد كبير جدا من الدول حوالين العالم، خاصه الدول المنضمه للبريكس. وده طبعا انجاز في حد ذاته انك تقدر تجيب تمويل بشروط ميسره وباجراءات ليست يعني بتمثل عليك ضغط كما يحدث من لجوءنا الى مؤسسات دوليه تابعه للامبرياليه العالميه. ومصر عضو في البنك اصلا من قبل مساله الاعلان كمان عن انضمامها للبريكس. نعم. النقطة طبعا المهمة كمان انه حضرتك في مصر قدرت تصنع بنية تحتية قوية جدا وبنية لوجستية قوية جدا، سواء من مواني او من طرق برية او من مسارات بحرية او من مواني جوية. ده طبعا هيساهم كتير جدا وهتقدر تستفيد منه الدول المنضمة للبريكس في زيادة طبعا صادراتها والتجارة البينية اللي ممكن تكون، وطبعا تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة. النقطة طبعا التامة أكيد إنه القرار السياسي لتجمع البريكس هيكون قرار له صوت عالي، يعني هيكون قرار في مواجهة القوة أو الهيمنة الغربية وقرارات ممكن تكون في صالح دول الشمال عن دول الجنوب. أتصور إن مثل هذا التجمع هيحقق مزيد من الفرص الواعدة لدول الجنوب، وإن إحنا بنمتلك قدرات هائلة جدا هذه الدول. خليني أقول لحضرتك يا دكتور يوسف إنه إحنا بنتكلم تقريبا حوالي 28% من حجم الاقتصاد العالمي. وده طبعا رقم هائل، احنا بنتكلم على ثلث الاقتصاد العالمي، رقم هائل جدا من الممكن انك تحقق بيه. لو بنتكلم بالارقام احنا تقريبا بنتكلم على 30 تريليون تقريبا دولار تقريبا، احنا بنتكلم على 28 بالظبط، 28 تريليون دولار او 28.5 تريليون دولار بيبلغ قيمه الاقتصاديات بتاعه هذه الدول. طبعا الرقم ده 28% من حجم الاقتصاد العالمي، فطبعا رقم هائل. الرقم ده متوقع طبعا دكتور محمد ان هو يزداد الفتره اللي جايه بعد توسع مجموعه البريكس. بكل التاكيد. يعني هو احنا بنتكلم على دول منضمه، الصين، ايران، الامارات، السعوديه. خليني اقول لحضرتك انه حجم بس النفط الخام اللي موجود في مثل هذا التجمع يقارب تقريبا 45% محتمل انتاجه في هذا التجمع. فحضرتك انت مسيطر على العالم النهارده، وانه مصر بتنضم ده ثقه في الاقتصاد المصري، وثقه في القرار السياسي المصري، وثقه في القوى الدبلوماسيه والقوى العسكريه والقوى الاقتصاديه بالنسبه لمصر.